السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد. وراح نلعب اليوم فاينل فانتسي ديسيديا. اخيرا نزلت اول كنا نلعب البيتا قبل كم يوم. نزلت تفقعت في البيتا لطشوني لاني مالي فاينل فانتسي, فاستخدمت صديق يعرف فاينل فانتسي اكثر مني شوي بس شوي. انا اعرف بس انه في 15 جزء, غير كذا ما اعرف. طيب عندنا اطوار كثيره في الاونلاين تقابع مع الناس, ها المفروض اوكي. وش عندنا كمان اوفلاين مود اللي تبي تلعب ضد الكمبيوتر الاي اي. حلو. وش في توتوريال اللي يعلم ستوري مود. ستوري مود تقول لي مشوار, ها احس انا ما لعبت ولا ادري عن اللعبه كثير. مشوار اوكي. بس هذه الاطوار المودات اللي موجوده. اللعبه دوبها نازله على البلاي ستيشن 4. الحين في طور الاوفلاين عندنا مودين. في المودين اللي بيشرح لنا اياه عبد الله, المود الاول اللي تقول لي ايش تسوي بالضبط. هذا الجانتلت مود اللي حيصير فيه ان هو الجهاز او اللعبه هي تجهز لنا القتال والفايتس, واحنا بس ندخل وانت جالد بس بسيط. المود الثاني السبارينج ماتش, هذا المفروض ان احنا نجهز كل شيء من ناحيه القوانين والشخصيات اللي نتقاتل معها. طيب عندي فكره, ايش رايك نجرب الطورين؟ نجرب ليش؟ يلا طيب يلا نبدأ. هذا نبدأ أول شيء, خلي الكمبيوتر يجهز لنا كل شيء. والله ما بحال أجهز أي حاجة. شعور. طيب أنا اختار الشخصيات. أحب شخصيات فان فانتسي. شعورهم ناعمة. هذا أهم شيء. لا تجرح مشاعري يا الله. ترى كلنا مثلين, ترى نفس الشيء. أنت ارحم شوية. لا. أبغى فريق الشعور الناعم الطويلة. الناعم الطويلة. إيه أطول شعور. في واحد في سيفن. سيفروثي. ايه سيفروث. ايوه سيفروث شعره ناعم طويل. ايه كويس. في عندنا مين كمان؟ لايتنينج. لا قصير اتذكر, هي الوحيد اللي اعرفه لايتنينج بس. طيب كوجا. لا عندي ذاك المهرش. فين؟ معلش هذه يخش في الموضوع. لا شعره قصير ذا بس انه عنده قذله ذي اللي اقول لك العب فيه احسن واحد. نبدا فيه؟ ايه اول واحد. ايوه بعدين اللي يخونك. خلانا شخصيات كذا رهيبة كذا. مين؟ سفرت مدري شو اسمه ذاك. سفرت. جبت اسمه. جبت العيد في اسمه. لا صح. أوكي كويس. 80% صح. بدأنا نتعلم عليهم. والشخصية الثالثة نختار. بعد. كلاود مو في وجه كلاود. طيب إحنا مختارين اثنين أشرار. نكمل ثالث بعد شرير معهم. إيه واحد شرير بس واحد شرير كذا مرة. واحد قاعد. طاحس إيه. لا تدري خلنا نأخذ إكسديث. هذا تحس من اسمه كذا اصلا ديث. الله يستر. ما كله برونز حاليا. كلهم برونز؟ ايه لما تفوز عليهم وقت يبدي. طيب اي موسيقى تبي تسمع؟ طلع لي كذا الكريستالات فاضيه وقال اختار واحد منهم بدون ما تدري. فسحبت وطلع لي السمن. هذا راما. هذا مين راما ذا؟ شوف الشغل عندي ولدي. مضبوط. طيب عندنا الطفله. مين كمان؟ عندنا ما انتبهت لهم. لا اللي ضدنا الطفله. ايوه. ودونها طويله. عنده نفسي. كيف كان؟ شوف قام يستعبط علي يا اخي مريض الانسان. اوكي. الحين بنلعب الجوكر. شو يسوي؟ ليش احترقت؟ ما ادري شكله حرقوك. بس والله واضح انه فريقك هم اللي مزبطينك. طيب جيب الصغير. جيب هذا انا بجلده بس. والعم خيره. والله ضربك يا ابوي. هذول برونزي ترى. ايوه هذا انت شفته؟ اعطيته. والله ما ادري ايش قاعد احاول اعطيه كهرباء واعطيه كل حاجه. في اصوات تطلع من اليد كذا يحمسك. اي لان لما تجي الكريستاله. ايوه. المفروض اني راح اكسرها بس اني سحبت عليها. وين انت اخذت الموضوع شخصنا مع الصغير هذا؟ انا قاعد اطارد من اليوم. والله شكله خفي وهو يجري. الحق عليه. طول القصه اتوقع انه نفس الشيء زي كذا, تبدا تتضارب مع ناس وكذا. ايوه اكيد. ايوه هم ثلاث شخصيات نفس الشيء. انا ما ودنا نخش الاونلاين لانه عارف ان احنا نتصفق. ممكن عبد الله يسوي شيء بس انا بالنسبه لي يعني لا. هي اللعبه شوف زي ما قلت لك انها فيها حاجات بسيطه اساسيه. لما بس انت تعرف ايش اللي حيصير بالضبط. الحين تشوف الرقم اللي فوق هذا ال 1600 قاعد يزود عندي. الحين ال 1600 اللي تحت. اي الحين وصلت 3700. ايه بالضبط هذا اللي هو الضرب حقي. اوكي اذا انضربت ينقص. ينقص بالضبط. والله عاش فين ينق. والله الموضوع الاقبل قاعد يرمي لك من اول. هذا وانا قاعد احاول اجلده. انا من يوم ما شفت الصغير ذا انا مو بعاجبني والله. والله المره مو بعاجبني. مره. يا ابوي يشرد ذا قاعد. يا عمي من المهرج حقك هو جريه ذي. كيف يركض؟ عالجي شايف راح عالجي ولا ايش طلع ايش سوى قرون؟ هذه ضربة اللي اول مرة ساعتها. اوكي زعل. اوكي بس لا. زعل عشان من اول والله قد يجري. والله نذل. طيب ما احنا انا بديت ايأس منه. اوكي هو مرة صغير. ايش الاحمر ذا اللي باقي لك؟ ها؟ الجري حقك الستامنا. ايه هو اللي قد يسقط عليك هذه؟ لا انا اضربه.
هذه حقتي انا اللي في الطارد وهذه بس انا بطيئة. عندي ضربة ثانية اللي هي ال الكريستال. اه طلع الكريستال خلاص. اوكي اصبر اصبر اصبر. لازم تكسره. كيف؟ كذا ايه؟ ايه؟ ايش فيه؟ هذيك الكريستال. واللي كانت على يمينك؟ ما ادري. شوف جاي جاي يخرب عليك. لا والله قليل ادب الصغير ذا. والله قليل ادب. شكرا والله مرة راح نهزم على برونزي ولد. يا برونزي ترى مرة. اه شو شو قال اوكي اوكي عشان الحين اقدر اسوي سامن. ايوه اسوي سامن. نادي نادي المطوع ذا. خليه يجي يجي يفرش. شوف دقنه الحين معي على طول. يمسك لحيته صح طاح ايش رايك؟ اوكي نزل عليه. ما عندك توجه تقول له امسك هذا استقعد لي عليه. والله المشكلة حطيت دوبي من دوب هذا الشيء الصغير. ما ينفع الصغير ذا هو يجري بس قاعد. اه بس بس ما والله طال واحدة كهرباء على راسه. سو سوري. اه في واحد مات في واحد مات من عندنا والله. اي دث اكس 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 ال دبليو ان دث نسيت اسمه يا راجل. اكس دث هو اسمه ولا اوكي صح صح. انا اسمي الصغير بطارد هذه شويه شباب. والله صغير والله غلطتنا اننا حطينا روسنا في هذا. لا استهبلنا عليه في البدايه قللنا من مستوى. الله علق خويك. انا فوز. لا في واحد ماسكه في واحد مسوي عليك زي اللعنه الظاهر ولا زي كذا كيرس. ادري مين هذا مين هذا لسه هذه ايش فيهم الفريق ذا بس يجري بالضبط ايش السالفه. والله رمد عليك صخره. لا هذه حقتي انا. طيب والمهرج حقك الثاني وينه؟ والمهرج الثاني وينه؟ اوكي مين؟ بروكن اللي ضدك في مهرج زيه. مهرج لا يا شيخ مو زي الشايب حقنا. شايب باين عليه انه خبره له مئات السنين هو يقاتل. عند العكاز حقه بعدين مضبوط. انا نحاول نلحقهم يربطه بلحيته يخنقها ويشد عليه ويقول له يلا خلاص تعب. انا بديت اياس. طب ماني عارف النشره وينها. ها النشره وينها ولا تخليها نهايه المباراه ولا ايش؟ ماني عارف انا كيف اعرف النشره. سؤال جيد والله. انا ما ما لك ما مو باين. هو مشكله عندهم اعلانات كثيره. 1000 انا هنا 180 200 500 ارقام كثيره تبعثر في الشاشه نص الشاشه في الارقام كل مكان. ماني عارف بالضبط وين احنا. انا قبل شفت التوتوريال هذا اللي فهمته ان لما انت تضرب الدائره تضرب أيه؟ الدائره ويزود عندك الألف هذه اللي تحت. ايوه تجلس تزود عندك لين ما توصل لونها بنفسجي. اذا وصلت بنفسجي زي كذا روح اضربه مربع تنهي. ايوه اي والله جاء 3000 واشياء وبروك بروك معناه يردك من الصفر. ها اي يعني حاول انك ما تنضرب. والله صعب اللعبه هذا. انا انجلدت ومت الظاهر احط له وير عشان ريفايف. ايش صار؟ الظاهر انك صعيد خلاص. ايه ايه سمن كور هاز ابيير. طيب سمن كور ايه هذه الكريستال حقت إيه؟ السمن ويني؟ اه شوفه 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 شفته 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 الحق عليها خويانك عنده كفو. والله ما ماني شايف خويانك يعني بصراحه. مين مين قد يا اخي في ضرب بيجي غريب. ايش صاير؟ انا قاعد احاول اكسرها باي حاجه. يلا اوكي يلا يلا يا سلام. اوكي انكسرت. يلا مديك تستدعي؟ باقي 10 ثواني. الفايف ايه ما يمديني ما يمديني. جيبه الصغير على الاقل رقش شويه. ايوه ايوه خلاص جلدنا. خلاص تايم اب. يلا شيل والله لو هزم بس انه خسرنا. لازم نقفل امك. خسرنا. لا قول غيره. هذا برونز هذولي شو نقول للرجال يتابعونه الحين؟ الشخصيه مي كويسه. بس انت الاول. خلاص احنا الاول بس الكمبيوتر كان مسترب. سو سوري. شوف يقول لك سو سوري. وذاك ما يتكلم مسوي مجنون لانه ما سوى له شيء. ساكت قال خلينا خلينا نكون ساكت احسن ما يتهزه. شوف شوف الطفله كم والله الطفله جابت المركز الثالث. اوكي والله بهدلتني. نجرب الاعدادات الثانيه الحين. خلصنا الطور الاول بنجرب الطور الثاني اللي تقول ايش. نحط كل حاجه من عندنا نضبط كل الاعدادات من عندنا. تمام حلو ايش يصير. حلو بس الشيء الجميل كمان باللعبه ذي اللي ودي اخشها انه الملتي بلاير بديكم تلعبوا 6 شخصيات زي ما انتم شفتوا. 3 شخصيات دبنا نلعب فيها. 2 كمبيوتر وهذا كان يلعب بالشخصيه الرئيسيه وضدنا 3. لما تخش اونلاين تقدر تاخذ 2 من خويانك يعني انتم 3 تحاربون 3 اونلاين. شايف يعني 6 دعك وفرش في نص المعركه. جلد جلد الحين هذه الاعدادات ستاندر ماتش. ما نبغى ستاندر ماتش نبغى شيء كريزي كريزي. ايش في عندنا كريزي كور؟ ايش يقول لك ذا فيرست بارتي كور والله ايوه على طول من اول كريستال الظاهر تنكسر خلاص صح؟ شكلك كل واحد عنده كريستاله ما ادري. خلينا نشوف نجرب. اوكي طيب سنجل ماش. ايوه 3 دقائق في 3 دقائق انتم. ها 3 دقائق في 3 دقائق حلو يعني في دقائق كثير هنا. يقول لك تيم اب. ها تايم اب.
ما في شيء رولينج يقول اذا انت الوقت شيء يصير الفريقين كلهم يخسرون ولا اللي عنده نقاط اكثر نقاط اكثر هذه الطريقه الوحيده نقدر نفوز فيها. زيدان حلو ينطح براسه ولا ما ينطح؟ حركات زيدان ما يسويها واضح من شعره الناعم لازم يكون اقرع. زيزو اقرع يا شيخ خابر ايه. ابد حبايب احنا القرع كلنا كذا مع بعض اصلا دائما متعنصرين شويه متعنصرين. انا اشوف مين اختار معي. يلا اختارهم انت كيفك اهم شيء الشخص اللي العب فيها انا. اوكي شوف اتذكر لايتنينج كانت كويسه لايتنينج اي اتذكر انه والله في البيتا انها كانت تسوي اشياء وكمان شخصيه ثانيه مين كان في البيتا كان ممتاز. اوه ارجع على لايتنينج ارجع اطلع الليفل حقها دايمون مدري اقوى شيء كريستال خليه توقع فيه فلعتها كذا غشاشين خليه تفحمهم اي وش الشخصيه الثانيه ابغى واحد كذا واضح انه ضعيف ونخليه دايمون تلقوهم اي ولد صغير الصغير خذ الصغير ذا حط دايمون طبعا انها بنت هذه اصلا خلي بنت ولا انا ما اعرف مع الانمي هذول البنت ولد والولد بنت والاب ام والام باب ماني عارف ايش اللخبطه اللي قاعد فيها ما اوكي كلهم برونز هذول نقي اي شيء اكره شخصيات عندك في فان فانتسي حطهم اكرههم اي اكرههم تكرههم كذا انا ما ادري انا كلهم احبهم من الرغم اني ما اعرفهم بس احبهم لاني ما ادور المشاكل ما تدور المشاكل شوف كذا الناس متعنطزين شايفين نفسه هذا اكرهه بصراحه هو الوحيد مين؟ نوكتس؟ ما يا اخي ما احبه اخي كذا تحطيتي موقف صعب يعني ليه؟ كلهم رهيبه الشخصيات كلها رهيبه مستحيل يا عمي ما في جسم كله رهيب طيب شوف ما في جسم كله في ناس ملخبطين خلينا نختار ال تبي تحط مهرج تصفق عادي خذ راحتك ايه كان طفش يا دوب صح؟ هو طفشني في اللعب انا شخصيه أوكي. رهيبه حط. بس كلعب ما عرفت العب فيه للاسف خلينا نختار مع والله خايف اقول كلاود ما احبه يزعلون مني كثيرين كلاود والله حطه كويس كمل اللي يصرخون علينا كمل خلاص اوكي خلاص ايه خلاص نبدا مربع دوس لا هو ذيل ذيل هو نص قط نص انسان ولا ايه بالله انا لو منك ايش صار هم يروحون يكسرون الكريستال خلاص قدهم كسروا ما شاء الله ما قصروا خلصوا كريستالتي ما ادري ايش يسوون ايش فيه والله سابوك لحالك والله جلدوني ذول البرونز دايما هذولي والله مره مو دايما ايه امسك بس طلع اللي جوا انا شوف انه غلط تسيب اللي جوا صدق يا حبيبي اللي معاك مو مقصرين قد يفجرون الدنيا شوف كم نقاطهم والله انتبه في واحد من فريقهم كنت يضرب فيها ايه انت اي جت ذا كور اوكي حلو الظاهر يجيبون الكور ما ماني فاهم ولا ايش زي الكابشر يعني كابشر ولا والله لايتنينج جات والله طيرته شو كان الدبدب فيه الله جل والله ما عنده رزق ايش قاعد يسوون هم قاعد ياخذون الكوره يردونه ولا ايش والله ما ادري هي الكوره هذه الكوره هي لا يا رجل هي ضربه واحد مننا طب ليش ما هي شوف ولا هم ايش سووا ماني عارف هم وينهم انا اشوف يا ابوي لايتنينج 2300 وصلت يا ابوي مهابيل هذول المعاس في سحر وحركات كثيره قاعد تصير هذا قاعد اجلد قاعد احاول الحين هذا عارف كيف يشتغل ها اول اول معانا مو عارف يلعب ايوه خش عليه والله شوف البنت الصغيره 6700 وصلت يا اخي راشد اقول لك تحطهم دائما ما تبغاهم يشوف الارقام دي ايش هذا حقنا؟ اول سمن يلا لا كسر زياد كسر نزل منزل وانا من رغم انك ما تحتاج انت سمن احس كذا والله كل شويه اشوف العدو بروكن قاعد يتكسرون طيب وين النشره؟ انا ابغى المهرج انا ابغى النشره ما في شيء اسمه نشره في اسمه افقع لين ما تفوز انت بنازل لك الاحمر مبين خط ايوه في فوضى ليش يهربون ليش هروب ما ماني فاهم انا لايتنينج طاحت اوب والله حسبناها 7000 وصلت يا امه ايش هذا السحر الحين غيروه ولا غيروا مرحله ولا الستيج نفسه تغير هذا ايش يسوي فوق هنا والله ما ادري الحق احنا الازرق صح الظاهر احنا الازرق والله اتوقع شلون هزمت يا عبد الله احرمك انك تلعب اللعبه مره ثانيه يا اخي ما عليك هو شوف اللعبه في النهايه ايش هي؟ فكرتها فان سيرفيس اوكي عارف كذا اللي يحب سلسله فاينل فانتسي حينبسط حتى لو ما يعرف ايش يسوي ايوه الاماكن الموسيقى الستيجز نفسها الشخصيات بعدين الشخصيات لما تسمع اصواتها خصوصا الشخصيات اللي ما لحقت عليها يعني
اللي او ما ما لها اداء صوتي. ما لها اداء مثل الاجهزه اللي نزلت الاجهزه قديمه قبل 20 سنه او 30 سنه. ما كان اصلا جهاز يتحمل اصلا صوت واحد، يعني ملف صوت واحد حجم لعبه في هذيك الايام. اكبر بعد. اي اكبر. ايام زمان كانت 2 ميجا 3 ميجا اللعبه حجمها بس. الحين صوره واحده يجيك حجم اكبر من حجم اللعبه ايام زمان. الله تغير الزمن. تايمز اب والله. الحمد لله بس لا فزت انا. ابوي 9999 كيف جبتها؟ الثالث شايف؟ والله دايما رزع وترزيع مو صاحي. والله فنانين. والله فنانين. 99 لاني شاد حيلي. بس جبت المركز الثالث الناس. لانهم اعطيته فرصه، انا كنت المساعد شو يسمونه؟ الكابتن. اي الكابتن. الموجه. أو كنت كذا اقول لهم روحوا وانا عندي الباقين. لا انك تسمع كلام ما شاء الله قاعد تروح تجلد فيهم جلد مو بصاحي. خليك والله النقاط فرق. فرق والله. طيب تقول لي اللعبه دي موجهه لمحبين السلسله. اكيد اي واحد يحب فاينل فانتزي ويعشق الموسيقى الشخصيات. ما دوبه نازل اللعبه لسه فريش ملحق عليها. فهذه كانت تجربتنا للعبة فاينل فانتسي. ديسيديا. ديسيديا يا اخي الاسم ذا ماني قادر احفظه، والله ماني قادر احفظه. ديسيديا فاينل فانتسي ديسيديا على البلاي ستيشن 4 فقط. جهاز حصري. جهاز اللعبة الصحيح. والله تخبيط كامل. فيعطيكم الف عافيه على المتابعه. اذا عجبكم المقطع لا تنسون الضغط على زر اللايك، وايضا اذا حبيتوا عبد الله اعطوه لايكين، ولا تنسون الاشتراك بالقناه. وكان معكم اخوكم عمران حازمي عبد الله الدوسري، ونشوفكم الف خير ومع السلامه. راسي.